هلا هلا، يلا نبديها. شنو؟ صباح الخير يا كوكي، صباح الخير يا كوكي، صباح الخير يا كوكي، صباح الخير يا كوكي. يلا كوكي، صباح الخير يا كوكي، صباح الخير يا كوكي. طبعا هاي الاغنيه اغني ليها دائما من يقعد الصبح حتى احسن مزاجه، وصدق والله من تغني هاي الاغنيه يقوم يهز ويقمز ويانا. اوكي، صباح الخير هيفاء، صباح النور. هسه شنو الكوكي اليوم مالتنا؟ شنو اول يوم وين يا به؟ بالدوام. اول يوم يداوم بالحضانه، فشوفون مبدل وقاعد كسلان بالقوه قاعد. اول يوم متاخر. زين، لان نايم متاخر بعد ما متعود على الدوام. يلا صباح الخير يا كوكي، صباح الخير يا يلا كوكي. قاعد يبدلوا له، هيك قاعد قاتل. زين يلا هسه نبدل ونطلع اول يوم الدوام ان شاء الله، راح يكون بالحضانه، ونشرح لكم شنو الحضانه وشنو الممكن يستفاد منها الواحد اللي موجود بالمانيا، وشلون يسجل ابنه بالحضانه. اوكي يلا كوكي، هاي هو المشط لها. يلا فيديو الصباح الحلو. اشوفك انا حلمي تصير طيار او دكتور. يلا ان شاء الله خير. هسه قابل بالهم فاجاني البالهم. يلا هسه بدنا عليه صاب حلو. هذا شنو دوره العطر؟ هذا العطر يخبل من زمان، هذا العطر مال اطفال. اوكي، هذا العطر مال كوكي الجميل، اول يوم بالحضانه. يلا بيب، يلا متحمسين. هسه قمصله ونروح نشوف الطلاب وياه. تمام، ولا احنا ما نقدر نصور لكم كل شيء، يعني ممنوع نصور الطلاب الاطفال وياه. اوكي بس لا، ممنوع نحن نطلع الاطفال. لا مو هم، هو من يروح. هو اصلا اشرح لكم بكل شيء ممكن تستفادون من هذا الفيديو للناس اللي تحب تسجل ابنها بالحضانه. هسه شنو انت مستعد؟ مستعدين. تبغى شنو؟ كاره نفسه. كاره نفسه ومبين ميد الاذوق الحضانه من اول يوم. باء الاحسان. اول شيء شنو؟ نروح ناكل كوكي؟ اي على اساس هو عدى وقت انه ياكل. ياكل كوكي جوعان. منو قلت له هو بس بالضبط حدد؟ اللي ياكل طز بالضبط. اصلا كوكي كلش متاخر، هو دوامه بالثمانية، سبع الساعه بالتسعة ونص. لا بس هو لين اول يوم. يلا اول يوم دلع دلع. لين اول يوم ما حد دوام كامل. اي نعوده شوي شوي. تمام. بحكم شلون الطريقه، وممكن يلا نعوف ربع ساعه ساعه ونشوف يبكي ما يبكي. انا كوكي ليه هسه مطفي، جبت له اكل ودا ارقه ومطفي. كوكي كوكي. كوكي ما يجاوبني صافن. ما يجي واحد دوام على عينه. لا قعدناه شوفي فرحان. يما فيديو ها الدنيا. كوكي يلا كوكي، يلا متحمسين. يلا انت متحمس؟ متحمس. اول يوم متاخر. خابرتنا المدرسه وينك كوكي؟ هذا المكان اللي راح يروح يداوم بيه كوكي، مكان كلش حلو ونظيف بصراحة. ياي كوكي. كوكي هاي هنا انطيني. اوكي. بابا. اي باي. كمية. اوبا. بابا. ثانك يو شي. ناين؟ لسن هي give me كوكي. واو هي واو. يلا نوخ اينا give me. يلا كان سمع خلي. يلا الوضع ما تلي هسه يبكي وراي. حاولت افور شي بس ما قدرت. قمت ابكي قام يبكي. مزرعة الالعاب كوكي. هذه حلوة كوكي. بابا كوكي هاي طب هيجي. واو سؤال، وين كان؟ كان بالحرم؟ بالحضانة. لقوه ما شافته. تقول بابا عباك صار سنة. بشوف وين الحذاء مالته. تك بتك رجع مبهذل. بابا قلت له بالحضانة خطية؟ لا كلش حبابين وياه. كوكي احكي لي تعال خلاص على السيارة باردة. يلا نشوف. يلا على شنو تعال؟ هلا للي راح للحضانة. هلا 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 يلا خلينا نطلع. بابنا كسول. هلا الغوالي يا بي. هسه
شويه بنحكي لكم. هواي ناس ممكن راح تسالنا شنو الحضانه، شنو الوضع بالمانيا، تاغس موتا. تمام، هو اسمه تاغس موتا يعني الحضانه احنا بلغتنا. تمام، هيفاء شويه شرحينا شنو الحضانه وشنو تختلف عن الروضة وشنو ممكن تفيد الطفل. هو أنا سجلت لأنه أنا دارت أكمل دراسة الكوكية، فرأسا من سجلت وافقوا لأنه صديقتي ولدها قبل يعني قبل مداومين، فحكيت وياهم فقالت لي تقدرين تسجلين، فكل الزين إنه أنت تقدرين توقفين بيبي ماتش تروحين شغل أو تكملين دراسة أو أي شيء. أنا كلش حابة أكمل لأنه أنا من حمل يعني حبلت وجبت كوكي صار ما عندي وقت أبدا، وحسان يعني ما عنده وقت يبقى ويا الكوكي. يعني هواي الشغلات تسويها ومن ضمنها الإجازة ما سوق، من ضمنها كلها توقفت بسبب أنه ما بعد ما تقدر. أنا مثلا أطلع الشغل هي إجباري أنه تبقى يم الطفل. فهسا التاكس موتة بيش راح يفيد هيفاء؟ أول شيء راح يكون عندها وقت من 8 الصبح لحد ساعة بثنتين أو ثلاثة تقدر تسوي هواي أشياء يعني الها اليوم هاي. اوكي، عندها وقت هوايه، ممكن تكمل دراسه، ممكن عندها مواعيد، عندها هوايه سوالف. اجازه ما سوق تكملين الصبح، لان انا تعرفون ما اقدر اضل يم الطفل، ممكن انا عندي شغل وهم صعب يعني ما اعرف للطفل 100%. فهاي وحده. والشغله الثانيه انه انتم بس لقيتوا له مقعد بالتاكس موتة راح يفيد الطفل لما يروح للروضه. اوكي، بيش يفيده؟ اول شيء راح يتعلم، لان احنا بالبيت راح نحكي بس لغه واحده، لغه الام. تمام، عربي حيتعلم عربي 100% بالبيت، بس بالحضانه هم راح يتعلم الماني. اوكي، يعني حصل لغتين قبل ما يروح للروضه. من يروح للروضه هو متعلم لغه المانيه وعنده هوايه اولويات عن هاي اللغه. تمام يعني. وبعد شنو، والحلو بالموضوع اذا ابنكم مسجل بالحضانه راح يقدر يحصل مقعد بسهوله، مو مثل اللي ما عنده حضانه. يعني اللي ما عنده حضانه من يروح يدور على مقعد بالروضة، تعرفون الروضات هنا كلها فول، ويعني المقاعد كلش صعب تحصل لك مقعد. بس اللي ابنه او بنته بالحضانة زين ممكن يحصل مقعد اسهل من اللي ما عنده حضانة. اوكي هيفاء؟ هيفاء انت كنت بالحضانة قبل؟ اني والله ما اعرف. ما تدري انه انت؟ لا ما اعرف، بس روضة اي كنت. ومو بس هيك، حتى كوكي يصير عنده كونتاك، يشوف جهال، صحيح، يلعب، يصير اجتماعي، يعني لانه يبقى وياي. بس ثاني ما ترهم، عنده طاقه الصبح. هو وهو عنده طاقه، شفته يؤدي كلش. انا حيت قام يركض على المدرسه، يلقى صباح الخير يقوم يقمز، اكيد عنده طاقه. هاي الطاقه ما حيطلعها، حيطلعها بالروضه. يعني الروضه حضانه، العب في الحضانه، هو راح يستفاد من عندها. وانتم همين اطفالكم، انا احفز على هذا الشيء. ها، والروضة العفو التاكس موتة اللي انا حطيتها بيها النظامية 100%، فاهمين شلون؟ انه اوراق وجيب وحط، مو احط يم ناس هيك شلون ما كان. لا لا، ناس اختصاص، هاي اهم شيء. واهم شيء، اهم شيء تختارون لابنكم يعني ناس يعني سمعتهم حلوة وبهذا المجال، حتى تخلون ابنكم بيه وتأمنون انه ابنكم راح يتعلم هواي اشياء. ممكن هو طفل يعني راح يتعلم الكونتاكت ويا الاطفال البقيه، ها يلعب دائما يوميا، ممكن ياخذوه يطلعوه العاب ما العاب، فاكيد راح يفيد. فالناس اللي هنا ممكن تستفادون، ممكن تسالون عن مدينتكم التاكس موتة. تاكس موتة هو هذا، حتى تقدرون تسجلون ابنكم اذا كان يعني اقل شيء فوق السنه وانت طالع، يعني فوق السنه تقدر تسجل ابنك، تحت السنه ما يصير. احسن من فوق السنه وشويه لحد 3 سنين، لحد 3 سنوات بس. اوكي يلا، فاليوم هذا فيديو الفيديو الكوكي لا ينسى. ها كوكي، حتى هذا اول يوم بالضبط. كان تاريخه شنو؟ تاريخ اليوم، تاريخ اليوم 18/10/2023. يا كوكي هذا اول يوم لك بالحضانه، وان شاء الله احنا مشيبين ونقول هذا اول يوم لك بالجامعه. اوكي، فهسه راح نروح نكمل يومنا نشوف شنو. يلا تعالوا. صباح الخير، طبعا احنا لليوم الثاني. هلا والله، اليوم الثاني يا ابو هذا. يا باليوم الثاني كل شيء عندنا. كوكي كلش 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 مريض، يعني هو داوم يوم واحد واليوم الثاني هذا مثلي كان يوم يداوم 10 يقعد بالبيت. سو نفسه مريض. فكوكي كلش مريض، هياته قاعد لي ورا. تمام، فراح نروح نوديه للدكتور.
حجزت له موعد سريع خبر قلت له ماني ابني هيك 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 بي قالوا لي تعالي بسرعه تمام. وهي حتى ام الحضانه قالت اذا هو بس يشوفوه مريض يعني شويه او هيك لا تجي لل هي البارحه خطيه نبهتني قالت لي هيفاء اذا بعد عيونه حمر ودي للطبيب فا يعني باوعت عليه وصدق عيونه حمر وخشمه ينزل لان يعجل الطلاب له اياه فقلت انه كوكي ما راح يقدر يجي باكر راح اودي للدكتور فخابرنا وحجزنا موعد وهسه رايحين وين للدكتور يابا من الصباح ياك هذا اللي عند الطفل يلا ما راح لك فيديو وين شوف النيا قاعد على الكرسي يبا طالعتك عين هو دايبك على الطاوله اوكي يلا هسه نروح الدكتور ان شاء الله ونكمل وان شاء الله باكر يداوم ان شاء الله هو باكر اخر يوم يداوم بيه بعد شنو بعد شنو احكي له بعد تركب المفاجاه لك الله احكي له خلنا تعرف ان سوى مين قدر لا 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 تركب مفاجاه تموت اي والله صار لي قد انتظرها صار لنا هواي انتظرها زين احكي لا تحكي انتظروا بعد يومين لا تحكي يابا انتظروا والله هذا الطفل لوتي يسوي حركات والله احلى شيء من يقول لي بابا تعال خذني يلا روح اوتوماتيكا فيديو شيلني يلا شيله تعبين النوطيس القفه مال الطبيب كلش حلوه خلي العاب كلها الطبيب المريض يجي يتونس لحد ما قبل الدكتور با كوكي يلا فيديو هذا هو مريض باكوكي كلش يحب هاي مال الالعاب صراحه كلش 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 حلو ومرتب هسه انا شنو هسه هيفاء وكوكي قاعد يلعبون كلش حلوه تونس يلا لعب يومين اجي هنا انا ادورت وزين صدق والله كيف هذا تجيب واحده الكوك نفس هاي والله دورت ذاك اليوم مالك لازم يستانس عليه هو كلش يحب صدق وها يعني يستوي له واس يضل يحرك عقله اوكي يوم ما يشوف عقله هو صغير مني شوفوا لي طبعا طبيني بس كانت حلوه لان التعليمات مال الدكتور غرفه كلش حلوه ذاك الجهاز ما اعرف ما شنو عجبني هذا الكروكودايل قول ماما قول ماما اسمع قال ماما هاي واحدة من ألف قول ماما الله قول يعني واحد يقول له قول ماما يقول بابا يعني هو مو بيدينا يا عم مو بيدي يعني بيبي اسمع كوك اسمع شنو هو طوب وقعت يا معود طوب وقعت هسه كملنا الدكتور انطاني أدوية فراح أروح أجيب لياهن وراح أطلع للي ديال البيت ناقصه كم ان شاء الله اكم من يوم بصراحه لازم افرغ الثلاجه لازم شنو احضر جنطه السفر هاي شنو جنطه السفر مالتنا مشلت السفر من هذا اي يلا انتظر جاهز جاي هسه هاي يعرفون وحروا لا ما يعرفوا ما حد يعرف اصلا بيت ما حد يتخيله اي صحيح يا معود ابويا وينك انت شو تريد انا اقول لك شريد شريد اسكته اني امه واعرف ريد ميمي يلا يلا خلينا نطلع بسان نسوق اوكي وما بقى لنا شيء بنروح نجهز جنطه الزفر صدقت شنو شاقين خدت شاقين اياها انا الكوكي راح اوديه المكان وشوف الصراخ مالته بابا شو تريد لا ما اشتري لك يلا يلا مشي بابا بس شوف ايش دي سطعني هنا يلا اشترينا خلينا نشتري لك كرواسون يلا يحب الكرواسون كلش يحبه تعرفونه فرنسي اي اوه ماي جود يا تعلمت شوف انا اشتري لك كرواسون مالته حياتك حياتك طبعا كوكي حرام ياكلها وخلصها قبل أن نوصل للكاسة ويوم الكاسة نقول لهم انه كوكي اكل وحده ندفعها هناك ندفعها هناك سين خلوها عندك كبيره